خليني في البداية أقول لحضراتكم إن طبعا كلنا عارفين إن كان في النهاردة ماتش قوي جدا جدا ما بين منتخب مصر ومنتخب زامبيا، تجربة قوية جدا للمنتخب. عارفين المعسكر في الإمارات عندنا ماتشين مهمين، الأول مع زامبيا والتانية يوم 16 مع الجزائر. الحقيقة فوز جه مش سهل، جزء فوز جه في الدقائق الأخيرة من المباراة، اللحظات الأخيرة كمان من المباراة، جيب هدف لحمدي فتحي من أسيست رائع نجمنا طبعا ونجم نادي الزمالك احمد سيد زيزو. الحقيقه زيزو دايما بيكون سبب وبقاله فتره الناس كلها بتعتمد عليه سواء في المنتخب او في النادي عندنا، وليه بصمه في اي مكان بيبقى موجود فيه، فاسيست حلو. وزيزو كمان غير وطور الاداء الحقيقه من ساعه ما نزل، وهدف رائع من حمدي فتحي بدماغه ارتقاء بشكل كويس، ويعني نتيجه ضغط. والجميل في المباراه ان انت لحد اخر دقيقه عندك ثقافه الفوز، وده نقطة مهمة جدا. وفكرة ان انت كمان تبقى محضر اللعيبة ان على طول مفيش خسارة، يمكن كل المباريات لحد دلوقتي مستر روي فيتوريا حقق فيها المكسب باستثناء مباراة تونس طبعا كلنا فاكرينها، وعشان كده يمكن احنا كنا متحفظين شوية عشان بدأنا نلعب في الليفل ده. على فكرة منتخب زامبيا من المنتخبات الجيدة، رغم ان ممكن يكون التاريخ لصالحنا في حاجات كتير جدا وفروقات كبيرة مثلا فنيا. احنا لو قلنا التاريخ ممكن نكون لعبنا بعض مثلا حوالي 20 مرة، في اعتقادي فوزنا 13 مره، فاحنا عندنا نسبه الغلبه ممكن يكون فوز لمنتخب زامبيا مثلا 4 5 مرات او 6 مرات على ما اذكر تحديدا. لكن في الاخر كل الارقام والشواهد بتكون لمصلحه منتخب مصر. منتخب زامبيا تطور، الكره تطورت بشكل او باخر، عندهم لعيب فيرود الحقيقه النهارده كان كويس، موساكالي من اللعيبه المميزه وكان مزعج على منتخب مصر. كانت المباراة مفيدة من وجهة نظري، كان طبعا كلنا عارفين انها على استاد محمد هزاع بن زايد في الامارات العربية طبعا المتحدة الشقيقة، وعارفين انها فرصة جيدة للاستعدادات. احنا كلنا عارفين ان احنا عندنا ماتشين مهمين جدا في التصفيات كأس العالم، هيكونوا في مع جيبوتي وسيراليون، يعني ده ماتشات جد ما فيهاش بقى هزار، فولا تحتمل القسم على اثنين عشان ما ندخلش نفسنا في امور ممكن بتصعب الماموريه علينا كمنتخب. الحقيقه العرض اللي موجود بقاله فتره والتنظيم اللي موجود والاستفاده من عدد اللاعبين اللي موجودين خلى في شكل وروح وهويه لمنتخب مصر. فكره ان انت رجعت تاني للتهديف، فكره ان انت بتحاول تحقق فوز دايما، دي عقيده مهمه جدا لمنتخبنا. انت كمان تصنيفك تصنيف اول، مستر روي فيتوريا يمكن عمل تغييرات كتير النهارده في التشكيل، بعد المباراه ما بدات وصلنا لست تغييرات وهقول لحضراتكم بالتفصيل ايه اللي معانا، لكن انا بتكلم على فكره الاستفاده من المباراه والاستفاده باذن الله كمان من مباراه الجزائر، وتكون دفعه قويه لينا بشكل عام، لان المنتخب في مرحله حرجه زي ما قلت لحضراتكم، ولا تحتمل القسم على اثنين، ماتشين جيبوتي وسيراليون كاس كاس تصفيات كاس العالم، وبعديها في يناير على طول عندنا طبعا نهائيات كأس الأمم الأفريقية اللي هتقام في كوت ديفوار. وعلى ذكر التصفيات كأس الأمم للقرعة يعني بتقام حاليا، بس احنا هنوفيكم بكل أخبار وفي تغطية خاصة ليها هنقولها لحضراتكم، بس لما نعرف القرعة خلاص لست عليه دلوقتي، هم لسه في المراحل الاحتفالات والتعريف ببعض تاريخ للقارة الأفريقية وبطولات الأمم الأفريقية، لسه ما دخلوش وأعلنوا القرعة. أول ما تعلن باذن الله هيكون مع حضراتكم تغطيه ليها وهنقلها لحضراتكم مباشره، ونعرف احنا منتخبنا واقع في انهي مجموعه ومع مين. بس احنا طبعا عارفين ان احنا منتخب مصنف تصنيف اول، فهنبقى ان شاء الله على راس مجموعه، وباذن الله تكون امور ميسره وتكون فرصه جيده ان المنتخب يعبر برضو كاس الامم الافريقيه، والجيل ده يحقق باذن الله البطوله اللي يمكن كان قريب منها مرتين وصل نهائي، لكن لسوء توفيق او لسبب اخر ما كناش يعني موفقين بشكل عام. وتذكره برضو بالمنتخب، احنا يمكن حاطين سبوت على احمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ونجم منتخبنا وصاحب الاسيست اللي موجود النهارده من اوفر رائع الحقيقه، وتحرك مختلف ونشاط من ساعه ما نزل وتغيير في الاداء. خلينا بس اقول لحضراتكم الاول، طبعا انتوا كلنا عارفين التشكيل كان محمد الشناوي وخط الدفاع محمد هاني وعلي جبر وعبد المنعم واحمد فتوح، وكان من نجوم المباراه برضو فتوح. خط الوسط محمد النني وطارق حامد وحمدي فتحي، وخط الهجوم محمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه، دول اللي بداوا المباراه. التغييرات من الدقيقه 46، اول تغيير طبعا احمد مصطفى زيزو مكان النني. الحقيقه حصل تنشيط بشكل او باخر
من ساعه ما زيزو نزل، وابتدينا نشوف جبهات. احنا عارفين ان هم لعبوا مع بعض هو وصلاح قبل كده، فبقى في انسجام، بقى في شكل مختلف، زادت القدره الهجوميه. احنا يمكن كنا الشوط الاول مهتمين بالاستحواذ شويه، لكن زادت القدره الهجوميه مع نزول زيزو. بعد كده مروان عطيه في الدقيقه 60، هو محمد حمدي مكان طارق حامد واحمد فتوح. بعد كده في الدقيقه 78 عمر كمال عبد الواحد وعمر مرموش مكان محمد هاني وتريزيجيه. وبعد ما الهدف جه يمكن طبعا مصطفى فتحي نزل مكان محمد صلاح في الدقيقه بلس 90، اللي هي 12 دقيقه بلس 90. وزي ما قلت حضراتكم حمدي فتحي صاحب الهدف باسيست احمد سيد زيزو.